النهارده هو خبر تلقي إمام عاشور عرض خليجي بمبلغ 240 مليون جنيه. النهارده هو خبر تلقي إمام عاشور عرض خليجي بمبلغ 240 مليون جنيه، والنادي الأهلي رفض. يا كابتن سيد، انت الفرح عندك بيخلص بسرعه قوي. لسه يعني كم بطريقه قوي يعني. لسه بنقول النقطه وصاحبها. لسه بنقول النقطه وصاحبها. لسه داخل. لسه ما كنتناش ما وجهناش الفرح. عندي اخبار. لا لا نروح العروسه. طيب الاول لسه ما روحتش يا ابن الحلال. يلا يا كابتن. ايه الاخبار دي؟ يلا يا كابتن. يلا يلا ايه نقول لك العروسه لسه ما روحتش. يلا يا كابتن، احنا بنتكلم على بطل افريقيا ونجومه. بص يا كابتن، هي دي الضريبه. بص يا كابتن، انت عندك فرقه اقوى فرقه في افريقيا، وعندك لعيبه هم الافضل في افريقيا. عشان نبقى واضحين للناس، طبعا اللعيبه دي هي دي ضريبه النادي الاهلي. طبعا ان هو عنده لعيبه دايما مطلوبه، وده عادي جدا 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 في اوروبا والدول المتقدمه، بيحصل اكتر من كده. عشان نتعود. السؤال هو يا كابتن سيد، عديها ارجوك. ارجوك عديها، ارحمني. ارحمني. هنحتفل. وقال لك في مفاجات. هنحتفل والله. يلا انت خايف ترد. خايف ارد ايه؟ يعني هو العرض ده كان مستني ان الاهلي ياخد الكاس. لا لا، على فكره عرض بالليل. على فكره مش اول عرض يجي لي. انا شخصيا معاك هنا، جبت عرض ب 5 مليون دولار. اتفضل. يعني كان يعني 250. هي هي. لا كان ما كانش ب 46. كان ب 70. يعني كان كنا مع بعض. ايوه يعني كان 350 مليون. انا عايز اقول لك مش كتير يعني. خليج برضه رقم ضعيف جدا. لا ما كانش خليج، كان تركيا. 200 مليون ده رقم قليل جدا في. ايوه انا بقول 240 مليون قليل. لا حوالي بالنسبه للارقام اللي احنا عايشينها دي، ده رقم قليل يا راجل. ايوه يعني كام عماره 140 مليون، عماره قصدي لو 50 ب 100 مليون دولار. لا يعني لكن الرقم اللي 240 حوالي 4.5 5 مليون. رقم مش قليل. كملوش. طيب انت لو هتتكلم احترافيه يعني ما فيش مانع ان لما يجي عرض يتناقش ويتعرض. صح. طيب كابتن سيد، اخذ رايك في الاول في هذا العرض ورفض النادي الاهلي، وتقريبا الاهلي في عنده قوام وعنده اساس بيحافظ عليه. لا يعني انا اشوف مساله ان لما يجي في عرض اصلا يتناقش وما فيش مشكله، يعني ما فيش مشكله حتى لو كان نجم الفريق. لكن الاهلي دايما بيدور على النادي. الاهلي مش نادي استثماري، الاهلي نادي بطولات. اوكي. لكن ما فيش مانع ان لو جه عرض خيالي او مش خيالي كويس وضخم وممكن يبقى فيه بديل. اوكي. لكن امام لسه بتتكلم في 3 4 شهور يعني. ده لو العرض سليم، لو العرض 100%. لكن اعتقد ان احنا لسه مستنيين من امام يعني شويه حاجات كده. يعني هو نجح معانا وهينجح بينا برضو. يعني اول بطوله افريقيه بالنسبه له كدوري الابطال واللي هي البطوله الاهم يعني. فمتهيألي يعني لا لسه شويه على ان انت تحافظ على اساس تيم. يعني ممكن يبقى في كلام بعد نهايه الموسم. خلي بالك برضو بطوله الدوري خطر جدا السنه دي. بطوله الدوري خطر جدا. الاهلي عنده بطولتين غير بطوله الدوري، عنده الانتر كونتيننتال وعنده كاس العالم للانديه. انا بتكلم يعني على, على 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 المستوى المحلي الوقت الحالي يعني. ف بيراميدز مش بيسرسب طبعا، يعني فرق 7 ماتشات دلوقتي. فرق نقطة واحدة بس لو الأهلي كسب ال7 ماتشات. فأعتقد التفكير والكلام في حاجة زي كده مش في أوانه يعني.